كابتن علاء، المباراة لما بتبقى في نهائي كاس او بتبقى مباراة فاصلة بتزيد صعوبة كبيرة جدا وبعيد عن الفوارق الفنية بين الفرقتين. هي وضيف عليها كمان حاجة كمان، يعني ده نهائي كاس، وزي ما كان كابتن شريف تفضل قال بيقول ان كان الناس بتدعم الاهلي والزمالك، اهلي والفرق اللي هي ليها باع كبير في الكاس، لكن اللي انا عايز اقوله هي دي مباراة الكؤوس. بس عايز اقول لك حاجة، انا الماتشات دي تقلقني. انا لسه هقول لك لسه هقول لك، هي هو يعني النادي الاهلي طبعا هو الاول والمتواجد بكاس مصر كتير قوي، لكن لازم نقول حاجه ونتكلم عن المنافسه. كل التحيه لطلائع الجيش لوصوله لدور النهائي في كاس مصر طبعا، وكل التحيه لكابتن حبيب بسيوني اللي استلم المهمه دي وعمل طفره جامده جدا مع طلائع الجيش. كل التحيه ليه، هو اللي عمل الصحوه لطلائع الجيش، قلب كل حاجه دور الثاني، كل حاجه. كان طلائع الجيش ماشي وحش جدا، مزبوط. كابتن بسيوني جه لا خلى طلائع الجيش بقى فريق ليه شكل وليه كيان، وقدر يجمع نقاط كتير جدا. جه استلم بعديه كابتن طارق العشري، يمكن لعب مباراه واحده في الكاس اللي هي مع الزمالك وكسب 3-1، وكانت وقتها عارفين ان ظروف الزمالك خارج بطوله افريقيا والاهلي اللي كسب، وعمل مباراه كويسه جدا وكسب عن جداره واستحقاق على فكره، مش كسب ولا حظ يا ايمن ولا سرق مكسب، لا كسب مكسب محترم 3-1 على الزمالك. فكل التحيه لفريق طلائع الجيش ككيان كله في المباراه النهائيه. هيجي لك السؤال الاهم، حاجتين في المباراه النهارده مش حاجه واحده. حاجه بتلاعب مدير فني كسبك قبل كده، خد منك كاس مصر وكاس سوبر، كاس مصر وكاس سوبر، كنت انا موجود في الجهاز وقتها الفني. فهو محظوظ عليك في مباراه النهائيات دي. الحاجه الثانيه ان مباراه الكؤوس ملهاش مقياس. النادي الاهلي طبعا هو الكبير البطوله وكبير الكره المصريه والعربيه والافريقيه وكل حاجه، وطلائع الجيش مالوش بطولات قبل كده. أيوة. فهو ده القلق يا ايمن، هو القلق من كده، ان القلق ان هي مباراه واحده حساباتها بره الملعب. يعني لما نتكلم كده كلنا حسابات، النادي الاهلي اعلى في كل حاجه. صح. كل حاجه، المستوى الفني على المستوى الجماعي على المستوى الفردي كل حاجه. مزبوط. على مستوى الارقام على مستوى البطولات حدث ولا حرج عن النادي الاهلي. لكن انت بتتكلم في 90 دقيقه في الملعب، انت مش عارف تصير المباراه ازاي، دي حاجه. الحاجة الثانية كل اللي بتتمناه، وده بقول الكلمة دي، المدير الفني بيقول يا رب يبقى لعبتي في يومهم. والحاجة بقى الأهم يبقى الحظ معاك. التوفيق طبعا. التوفيق والحظ. تقلق لما تلاقي مدرب محظوظ في البطولات دي، تقلق. هي دي، إنك الحظ مش خلاص، أنا عندي مدرب محظوظ أحسن مدرب فنيا عالي ومجتهد وحاجة في الكورة عالية جدا، لكن في الآخر ملوش حظ. وفي الآخر دايما المدير الفني مع الفرق البطولات أو النتائج اللي بتحكمك. عشان كده هي صعوبه المباراه النهارده. ايوه هي دي الصعوبه. يعني صعوبتها مدرب قبل كده اخذ منك بطوله محظوظ لحد كبير عليك. صحيح. مباراه نهائي الكؤوس ملهاش مقاييس، لكن اللي مطمني الحاله النفسيه والفنيه بتاعت النادي الاهلي. نفسيا هم عاليين قوي، اخذوا بطوله افريقيا، عايزين الثانيه وعايزين الثالثه. انت دايما بنقيسها ايمن، اخذت بطوله انتهت. عينك بقى مش على واحده، انت عينك ان شاء الله عايز تبقى الثلاثيه. يعني جماهير الاهلي بص كده بقول لك ايه، عايزين التاسعه، عايزين التاسعه. مزبوط. اخد التاسعه بعدها بيومين، عايزين، انا متاكد. قال لك عايزين بقى نخلص الموسم ده يا كابتن شريف بالثلاثيه مش بالثانيه، وفكروا بالعشره كمان، بالعشره. انت فاهمني؟ هو ده طبيعه جماهير النادي الاهلي. صحيح. اللي بيحصل مع جماهير النادي الاهلي بيوصل اللعيبه على فكره، وانت من غير ما تدرك. مزبوط. خلاص خلصت بطوله، بتدور على الثانيه، بتدور على الثالثه، فالوقت التركيز انك عايز البطوله الثانيه عشان انت بتبص على الثالثه. هو ده الدافع عند لعيبه النادي الاهلي.